السلام عليكم يا جماعة. أنا هسه أنا اسمي يونيك بوليغون 2022. كنا بنتكلم لغات كتير، كنا بتكلم ثلاثة لغات. يعني أنا أقدر أتكلم لغة الأردو، هم بيتكلموها في باكستان. أقدر أتكلم لغة الفرنساوي، وأنا أقدر أتكلم لغة بتاع اليابان، لكن اليابان بتاعي ضعيف شوية. أنا قاعد أتكلم هسه عن هاي الموضوع بتاع كأس العالم. أنا عايز ماروكو يفوز، فأنا كمان خطيت قروش عشان فلوس عشان هو كمان يفوز. فأنا من السودان، لكن أنا عايش حس في كندا، لكن أنا عايز المنتخب الماروكية، الفريق بتاع ماروكو يفوز في كأس العالم. ده كأس العالم سنة 2022، ده كأس العالم بتاعت ال قول له شنو يا أخي، ده كأس العالم بتاعت ال كأس العالم بتاعت في قطر. في قطر في عرب كتير، فعرب كلهم يشجعوا موروكو. انا ما عرب، انا افريقيه، فانا كمان اشجع انتخب المغربيه. ان شاء الله المغرب يفوز. فانا عملت الفيديو ده عشان ما يكون طويل جدا، انا عايز يكون صغير صغير، ما يكون طويل عشان الناس ما يقدر يشوفوا حاجه طويل جدا. الانتخب الموروكيه يمشي قدام البرتغال. فده هو خلاص يا اخواني واخواتي، ده فيديو في لغة عربي. انتهينا. انا كمان بعمل الحاجة تانية، الشورتس تاني، عشان اتكلم عن موروكو، وانا بتكلم بلغة الانجليزي. انا حاسس اتكلمت مع لغة عربي. ده ليكم يا فنان، ليكم الناس يشجعوا، الناس يشجعوا موروكو. ده ليكم انتو، لو الحكومة بتاعكم انا عارف قاعد يشجع دولة اسرائيل، لكن الشعب يشجع فلسطين، ما مشكلة. أنا كمان أنا برضو، يعني أنا ما عندي مشكلة ضد إسرائيل، عشان لأن أنا هنا اليهودي، المسلمين، المسيحيين، عم كلهم إنسان يا أخي. الناس لازم يعيشوا مع بعض. لو هم ما يحبوا بعض، ممكن يعيشوا مع بعض. فأنا ما عندي مشكلة مع دولة اسمه إسرائيل. خلاص كويس، عملوا ما دي تعملوا. ان شاء الله موروكو يغلب البرتغال ويمشي قدام. انا هسه عايز موروكو يفوز كاس العالم. انا ما مبسوط عن حاجه الغريبه، الفريق المنتخب اسبانيا كان ضعيف جدا، وانتو غلبتوهم. طب ما شاء الله. وهاي تاني انا عايز اقول، انا زول مسيحي، لكن نسيها، وانا عندي هاي ده، لكن انا اشجع موروكو. فانا عايز اقول لكم شنو، انا عايز اقول لكم انا ما عندي العلم بتاع موروكو ده، حاجة كعب. انا مفروض اشتريه، لكن انا صحيت، انا عندي شغل، وانا صحيت بعدين، انا ما صحيت بدري. انا ده هو يا اخواني. خلاص كويس، مع السلامة. كنت بتكلم معكم مرة جاي، لكن أنا كمان بعمل فيديو بلغة الإنجليزي عشان أتكلم عن ليه أنا عايز موروكو يفوز. ده هو. خلاص كويس، أتكلم مرة جاي. مع السلامة.